عندما فكرنا في تنظيم هذا اللقاء كانت الفكرة أن يكون لقاء موسعا مع مدراء القنوات الوطنية والمحلية ومدراء الأخبار للتشاور حول موضوع كيف سيكون أداؤنا أحسن وأكثر فاعلية في مرافقة كل مراحل التحضيرات للانتخابات المحلية، لتساهم الإذاعة الوطنية في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام جدا. استحقاق هام جدا لسببين: لأنه يعتبر آخر مرحلة في إعادة تشكيل الصرح المؤسساتي للدولة الجزائرية، ولأنه يأتي في ظرف سياسي غير عادي تتعرض فيه جزائرنا الحبيبة إلى هجمات عدائية غير مسبوقة وخطيرة تستهدف كيانها وانسجامها، وهو ما يفرض علينا مضاعفة الجهود لمرافقة وإسناد كل عمل يهدف إلى تعزيز أمن واستقرار وانسجام كيان المجتمع والدولة. تحدون في ذلك عقيدة راسخة بأن هذه الانتخابات واحدة من أقوى دعامات كيان واستقرار وأمن الأمة الجزائرية. كانت الفكرة في البداية في هذا المستوى، لكن مع الوقت رأينا الأنفع لنا جميعا وخاصة للزميلات والزملاء مدراء القنوات الجهوية أن يكون لهم لقاء مباشر مع السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الدكتور محمد شرفي للاستفادة من أفكاره من موقع العارف والاستئناس بتوجيهاته في كل ما يتعلق بالجوانب القانونية والأخلاقية المحيطة بمرافقة وتغطية وسائل الإعلام لهذا الحدث الانتخابي الهام والبارز. لأننا ندرك جيداً ثقل المسؤولية وأهمية الدور الذي تؤديه الإذاعة الجزائرية في العمل التحسيسي، خاصة من خلال الإذاعات الجهوية، عمل يمكن المواطنين في كل شبر من جزائرنا الحبيبة من الاطلاع على أفكار المترشحات والمترشحين وبرامجهم، ومن ثم الاطلاع المساعدة على الفهم والفرز بين البرامج وحسن الاختيار يوم الانتخاب، وكذلك في تمكين المترشحات والمترشحين من نفس الحظوظ التي يمنحها القانون تحت إشراف وتنظيم السلطة الوطنية للانتخابات. تمكينهم من توصيل أفكارهم وشرح برامجهم ومخاطبة المواطنين والمواطنات مباشرة. ندعي نحن في الإذاعة الجزائرية وبكل تواضع أن لدينا رصيداً من التجربة في التعامل المهني والاحترافي مع مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى. كانت ولايات الوطن 48 وكانت الإذاعة حاضرة فيها بكل قوة، وأصبحت ولايات الوطن 58 وقد عملنا على كسب الرهان والتواجد فيها بما يليق وبكل ما هو متاح من إمكانات بشرية ومادية، ما يحقق حق المواطن في الإعلام في كل مكان. لذلك كله كانت سعادتي شخصيا كبيرة جدا عندما لمست لدى الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل التجاوب والإيجابية في قبول دعوتنا للمشاركة في هذا اللقاء الوطني، والتفضل بتقديم مداخلة تكون لنا مرجعا في مخطط العمل وتحدد لنا ولغيرنا طبعا من وسائل الإعلام الوطنية معالم تساعدنا في البقاء على مسافة واحدة من الجميع. لذلك أقول باسم كل إطارات الإذاعة الجزائرية
شكرا لكم السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تلبية الدعوة وعلى تجاوبكم الإيجابي مع مقترح الإذاعة بتقديم هذه المداخلة. أيها الحضور الكريم، إن بلادنا اليوم بحاجة إلى كل الخيرين والخيرات من أبنائها وبناتها، ولذلك فإن ما نقوم به يتجاوز في اعتقادنا وفي تقديرنا القيام بواجب مهني عادي إلى مستوى آخر أعلى وأعمق وأنبل من الالتزام الوطني، كما أننا نقدر أن نجاحنا معا مرة أخرى في هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني سيكون ردا قويا على كل أعداء الجزائر والمتآمرين عليها والمشككين عبثا في تاريخها ومقوماتها كأمة عريقة ورائدة وقوية.